السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بتغطيه لمسيره رابطه شباب الكراده لذكرى احياء شهداء قاده النصر بمرور الذكرى السنويه الثالثه. خليكم. الكرام متواصلين معكم، وبالتالي احنا حتى نتعرف على رابطه شباب الكراده ودورهم ويعني تنظيمهم بهذه المسيره. شلونك حبيبي؟ باعتبارك اليوم منظم لرابطه شباب الكراده بالعاده استمر من ناحيه مواكب نطلع ما شاء الله، بارك الله ان شاء الله للمرحوم ابو مهدي مهندس. نعم، انتم اليوم هذا الموضوع اخذتوه على عاتقكم كشباب رابطه الكراده. رابطة شباب الكراده السنوات الماضيه السنتين اللي مضت تم كان نفس المسيره عندكم؟ نفس المسيره، يعني السنه الثالثه هذه؟ السنه الثالثه ان شاء الله، وباقي مستمرين. نعم مستمرين لحد اخر روح بينا، اخر نفس بينا. مستمرين. زين، شنو يعنوا لك قاده النصر؟ والله قاده النصر مجاهدين. نعم هم الحراره والعراق، لما هم العراق ما يتحرر. نعم وانا خالي الله يرحمه، الله يرحمه خالي عمار الخفاجي. نعم الله يرحمه، كان ويا ابو مهدي مهندس، مساعد مهدي مهندس. استشهد بالحادث؟ لا خالي توفى. الله يرحمه، مرض خبيث توفى. زين، احنا حلو من نشوف شبابنا اليوم بهذا الوعي يستذكرون قاده النصر، يستذكرون قادتهم، على اعتبار انه اليوم الشباب لهم دور ولهم رسالة كبيرة جدا بالمجتمع العراقي. صح، لهم دور كبير، انهم يتحبون ان شاء الله يتطوعون بالحشد. يتطوعون بالحشد، يحبون كل الشباب كلها الموجودة تحب تطوع بالحشد. موفقين ان شاء الله حبيبي. موفقين، شكرا جزيلا. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك. هاي الصورة رهيبة، هذا شيء مقدس. ها اي والله. شلون؟ سولف لنا مشاعرك. انا مشاعر تجاهه يعني كل ما اشوفه تلفيده حزين او بش، الواحد من اللي رايح يعني حبهم. انا اقول لك يعني قبل السنوات السابقه اعرفهم ناس صالحين زينين، بس متى شفتهم وعرفت شنو يعني حياتهم ودورهم يعني قبل، لا يعني شيء يختلف. قبل استشهاد الاعلام الوهابي ظلل كلش. نعم بس بالتالي انت ابن العراق وابن الحشد. ابن الحشد. ابن الحشد. إيه؟ كنت قريب وشفت بعينك يعني إيه، بغض النظر عن الاعلام. صح، المواقف اللي كنت شاهد عليها. صحيح، يعني ابو مهدي قاسم سليم، ابو مهدي قال لي لا اسمح بسقوط بغداد. فعلا ما سقطت بغداد، يعني هو الوحيد اللي وقف لنا ابو مهدي حج قاسم. يعني ما شفنا مثل السعوديه والاردن او تركيا، فقط دوله ايران هي اللي وقفت ويانا. يعني الاعلام الوهابي سقط لحد ما خلى بعض الناس تكره، بس المحب والانسان يعني الزين يعرفه ابو مهدي وحج قاسم هو الزين، اما السيء لا ما يعرفهم انه هو سيئين. فحج قاسم وابو مهدي يعني شيء رمز انه، وهذا حج قاسم وابو مهدي تاريخ ما راح ينسى بعد. ما راح ينسى وراح تبقون تحيون هاي الذكرى كل سنه. اني هسه اني يعني ما دمتم احياء من خلال الكاميرا، اني يعني روح فداء لابو مهدي وقاسم سليمان. الله على هذا، قسما بالله الله على هذا الايثار، يعني شيء مقدس انه ذولا. يعني مثلوا، انا اقول لك يعني مو شبها، انما يعني تقطعوا اربا كالحسين كعلي الاكبر، يعني مأساتهم ومأساة اهل البيت على نفس المسيره. اي مثل مأساة اهل البيت، يعني مأساتهم مثل مأساة اهل البيت. فهذا شيء يعني ابو مهدي وحج قاسم يعني مو بس كحروب، يعني خلص التحرير رجع لمناطق بغداد، تبليط يعني اشياء هواي سواها. اي فعلا، مو دوره مو فقط كقائد عسكري، مو كقائد عسكري، هو اصلا رادوه كسياسه وابتعد. نعم ابتعد من السياسه، طوى غروب فلوسه هواي بس ما ابتعد من السياسه، هو رجال خدم الشعب، خدم العراق. شكرا جزيلا. الله يسلمك. يا مشاهد الكرام، يعني من الجميل انه نشوف شبابنا بهذا الوعي وهذا الايثار، انه يستذكرون قادتهم قاده النصر، على اعتبار قدموا ما قدموا من تضحيات. فبالتالي احنا يعني نتمنى انه كل الشعب العراقي، كل محبين الحشد، وبالتالي ايضا كل من يستذكر تلك الايام اللي عاشها العراق بالحرب الطاحنه مع داعش، اللي لولا
ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني لما شفنا حاليا ما تشوفونا اصلا واقفين هنا بشوارع وازقه بغداد. شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. شلون اخبارك؟ الله يسلمك. صوره جميله، صوره جميله، الشيبه الكريمه الله يرحمه ورحمه الواسع محمد ولي. الحاج قاسم سليمان مهندس كلش جاهده للعراق، وهم الذين اخرجوا داعش من اراضي العراقيه، ولا هم يعني هم موجودين كان هسه داعش في بغداد، والله يرحمه ورحمه الواسعة محمد وعلي محمد. الله يرحمه ان شاء الله، ان شاء الله ويوفقك سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. اجينا ذكرى اليمه نقدر نقول، ذكرى استشهاد قاده النصر اللي لولاهم يعني ما شهد العراق اللي هاي الايام اللي عايشينها بالوقت الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. احنا لو كل ما نبذل من اموالنا وانفسنا واطفالنا من جازي الشهداء الحشد، لولا شهداء الحشد احنا هسه ما واقفين هاي الفعله. فهم يعني مصابهم كان صعب على قلوبنا، مصيبه اليمه على المؤمنين على العراقيين. فقدموا يعني انفسهم، هنيئا لهم هنيئا لهم، هم شهداء ان شاء الله يحتسبوا عند الله مع الامام الحسين ان شاء الله بحق محمد وال محمد. احنا عندنا مقوله مثل عندهم يقولون الخلف ما مات. نعم. فالخلف ذكر طيب، اللي بقى ذكر طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لغايه الان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هسه مو خلفه ولد صالح يدعو له، وانما أكثرية المؤمنين يدعو لهم ويقرون لهم زيارة عاشوراء ويذكروهم بالصلوات وإهداء الصلاة، هنيئا لهم. زين، اليوم المسيرة وين راح تصير؟ من كرادة وين راح توصلون؟ إلى حسينية آل مبارك. من نار جودا على مود الشارع. نعم. وما نريد نضايق العالم. نعم. وهاي مناسبة قديمة على كل بشر، احنا نفتخر بيها، نقول هنيئا لهم. نعم. شهادتهم، وهنيئا لنا بيهم. لأن ولد الحشد اللي ربوهم هسه ما شاء الله أبطال، وإحنا الحشد باقي إن شاء الله على الحق، وكل من يكره الحشد إحنا ما نريد نحشي حشد، نقول الله يسامحه، لأن الحشد دولة الحشد ما باقين لا بأرضنا ولا بعرضنا ولا بوطننا، كان الله اللي يستر بالهذي، بس ألف رحمة على روحهم الطاهرة إن شاء الله، إن شاء الله إحنا نمشي بمسيرتهم إن شاء الله إلى يوم القيامة إن شاء الله، إحنا حاضرين إن شاء الله شهداء إحنا وأولادنا وأموالنا وكل ما نملك إن شاء الله. يعني نقول حتى لو استشهدوا قادة النصر، يعني الحشد موجود، الرمزية موجودة، قيمة الحشد لغاية الآن موجودة عند الناس، والحشد بهويته برمزيته موجود بالثبات. إحنا نفتخر إحنا ولد هالقادة هاي، إخوان هالقادة هاي، الشهداء العظام اللي هم عرفوا ومن طلعوا من بيوتهم هم شهداء، واحنا كذلك نؤدي المسيره ونقول احنا شهداء للحشيد ولهالوطن هذا اللي بيه شرفاء، وليس الناس التعبانه اللي تدور ورانا. فاحنا ان شاء الله باقين على الحق، ونبقى حشدنا ماشي على الحق ان شاء الله، ومنتصرين بعون الله ان شاء الله. بعون الله. حجي الله يمارك. يعني على كل سنة دائماً يكون هاي مناسبة يعني يستحيوها؟ لو شنو؟ إذا الله كتب لنا عمور. نعم. إحنا حتى يعني سوينا فواتع، قعدنا مجالس فواتع من استشهداء، وإن شاء الله إذا الله كتب لنا عمور نمشي على هذا الخط إن شاء الله، اللي ربونا إحنا عليه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لأن هم لولاهم، لولا الحشد. نعم. كان هسه احنا هاي الوقت ما واقفين يعني. فعلا هذا الحشد الى دور كبير في المجتمع، والى معزه خاصه في قلوب المؤمنين. في قلوب المؤمنين معزه خاصه، لان يعرف شنو قيمه الحشد، لان اللي راح انسان مؤمن راد انه هو يريد يستشهد، هو راد الشهاده بعد، هو راد الشهاده على درب سيدي ومولاي ابو عبد الله. احنا على فكرة. نعم. يوم الجمعة. أي. أكو عندنا بحسينية الحج سلمان. نعم. هم مجلس عزاء. نعم. على أرواح القادة الشهداء، وعندنا وراها مسيرة. ها. يعني نعم. باقين هذا الأسبوع. نعم. هذا الأسبوع كله، وهسه احنا ما عندنا مكان، حتى الحسينيات كلها مقبطة. نعم. نريد لنا مكان بس نحجز على مود الهادي. كل الجهات والشرفاء والقادة والدنيا هاي اللي
اللي تنور نورة العراق بشهادتهم، والله نوروا العراق بشهادتهم، فالله يرحمهم رحمته الواسعة إن شاء الله ومثواهم بالجنة. إن شاء الله وإحنا نقول إن شاء الله نخطي ولو اللي نقدر عليه وزيادة إن شاء الله، أهم شيء أرواحنا فداء لهم. موفقين موفقين إن شاء الله. الحمد لله. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي أنه لولا قادة النصر يعني ما شهد العراق هذا الاستقرار، هذا الوضع اللي عايشينه بالوقت الحالي، على اعتبار أنه حشد قدم ما قدم من تضحيات طيلة الفترة الماضية، طيلة الحرب مع داعش لعنه الله. متواصلين وياكم، خليكم. يوم النساء جاي نشوفه، الشباب الشيبة جاي يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر. ايه واحنا وياهم، احنا ولدنا يعني نطلع ويا ولدنا همينا نحيي ذكراهم، وابد ما ينسون ابد، لو 100 سنة بعد الظل هاي ذكراهم ابد ما ننساهم ابدا. احنا عرفنا مشاعر الآباء، مشاعر الشباب، اليوم مشاعر الوالدة، مشاعر الأم العراقية تجاه قادة النصر شنو؟ الله أكبر، الله أكبر، والله العظيم لو تعرف، والله العظيم أعز من ولدنا، والله العظيم. صح أني ما فقدت واحد ولد، بس أنا طلعت أعيط وأبكي، أبكي عليهم، لأن هذول ضحوا بدمائهم في سبيل العراقيين، في سبيل العراق، استشهدوا على موت حتى يحمونا، يحافون، يحافظون على أعراضنا، يحافون على بلدنا. لكن شو نقول؟ الله ينتقم من امريكا اللي تسوي هالشكل فينا. شكرا جزيلا يا عفوا. مع مشاهدي الكرام، تواصلنا وياكم من مسيره رابطه شباب الكراده، خليك. متواصلين وياكم بمسيرة شباب رابطة الشباب الكرادة لذكرى إحياء شهداء قادة النصر. لكن بالتالي اليوم الناس حتى المارة اللي موجودة هنا بمنطقة الكرادة اللي مستغرقة شاركت بهذه المسيرة، لأن يعني على اعتبار اليوم قادة النصر وشهداء قادة النصر هم رمزا للتضحية والوفاء بالعراق. متواصلين وياكم بالمسيرة، خليكم. سيدنا يعني جاي نشوف اليوم الشباب، النساء، الآباء، كبار وصغار، أنه جاي يستذكرون قادة النصر، قادتهم، وهذا ندل على شيء يدل على وفائهم، ويعني شيء أقدر أقول أنه بعد ما تركوا أثر طيب، ذكرى طيب وغرسوا طيب بناسنا الموجودين، لما كانت هذه المسيرة. أحسنتم. بداية الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم لقولكم الكريم ولقناتكم، شكرا لقناتكم الكريمة. فعلا لفوت فتوة السيد طول الله بعمره ودام الله طولة العمر إلى السيد علي السيستاني وقادة الحشد رحمة الله على روحهم، الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني والحشد جميعاً وشهداء العراق، لما كانت هذه الأرض ولا كنا مستقرين فيها ولا كنا متواجدين فيها. رحمة الله على روحهم اللي أنطوا الدم، والذي اسمهم السيد السيستاني بقادة النصر. ونتذكر الذكرى الأليمة السنة الثالثة ونستنكر استشهادهم الأليم، و الرحمة والخلود إلى شهداء الحشد جميعاً وإلى القادة وإلى جميع شهداء العراق. وشكراً لكم السيد خالكم السيد هادي باقر الحيدري. الله يسلمك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. شكراً لكم. نعم مشاهدي الكرام، تواصلنا وياكم، خليكم معنا.
سيدنا اليوم اذا بدنا نتحدث عن دوركم كرابطه الشباب خادمكم بدايه انا راح اتكلم مو فقط باسم الرابطه بقى اتكلم باسم الكراده. اولا هؤلاء قادات النصر، الامام علي حسين السيستاني يقول هؤلاء قادات النصر ولولا دمائهم لا تكون كراده ولا يكون شيء اسمه العراق واقعا ولا يكون لدينا سترا على اعراضنا لولا هذه الدماء. فوالله ارواحنا فداء هذه الدماء ونبقى جنودا اوفياء الى الحج، نحن واولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا لحد ظهور القائم، وباذن الله نبقى مستمرين مع القاده ونبقى مستمرين لنداء المرجعيه. عندما قاد الامام علي حسين السيستاني عندما استشهد القاده قال والله فزنا ورب الكعبه، فنحن فزنا ورب الكعبه، فزنا ورب الكعبه وانتصر العراق. ونسال الله بحق محمد وال بيت محمد تبقى مسيرتنا مستمره، ونقول لامريكا ونقول لاسرائيل صبرا يا يهود، جيش الحشد سوف يعود ويضرب يد من حديد. فوالله لا نبقى لكم سفاره ولن نبقى لكم بقعه في الارض في العراق. سيد ماذا يجب علينا ان نقول بهذه الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر؟ ماذا يجب أن نقول؟ نقول كل شيء. ونقول هنيئا لهم الشهادة، هنيئا لهم النصر. نتمنى أن نكون معهم، أنهم مع الصديقين الأبرار، أنهم مع مولانا الإمام الحسين. يجب علينا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل دقيقة نستذكر هؤلاء القادة، نستذكر أفعالهم في كل عندما أي مواطن يمشي بالشارع لازم يذكرهم، لأنهم هم سبب استقرار هذا البلد. هذا البلد وهذه النهضة الحضارية هم بسبب هؤلاء. لولا هؤلاء لداعش دخلت إلى كل بيت، لهجرتنا، لقتلتنا، لذبحت أبنائنا. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. نحن في كل لحظة وفي كل دقيقة دماؤنا فداء لهم، ودماؤنا فداء إلى مرجعنا المقدس السيد السيستاني صاحب الفتوى العظيمة التي هزت التاريخ والتي صداها سوف يبقى على مدى التاريخ. صدى فتوى السيد السيستاني هي بمستوى صدى استشهاد الإمام الحسين. لو تلاحظ هذا الموضوع، شهادة الإمام الحسين بعثت صدى وما زال هذا الصدى يكبر ويستقر إلى هذا اليوم وإلى هذه الساعة. فتوى السيد السيستاني حفيد الإمام الحسين سيستمر صداها وستبقى لأنها هي سبب استقرار هذا. نحن في كل يوم في كل لحظة وفي كل ساعة سنمشي على أقدامنا وسنمشي زحفا إلى الشهادة، لأن الدم هو سبب الاستقرار، الدم هو سبب النصر. فعلا تضحيات كبيرة قدموها، نعم، والعديد من التضحيات. نحن وأبناؤنا اليوم احنا إذا ردنا أيضا يعني نجي شوي ندخل على دور الحشد. اليوم جاي نشاهد دور الحشد، مو دور فقط ميدان وحرب ومعركة، جاي نشوفه بكل مواقف. نعم كلامك صحيح، الحشد هو صنيعة من؟ هو صنيعة السيد، هو صنيعة السيد السيستاني بسبب الفتوى المقدسة. الحشد سوف يبقى لا يدافع عن الاستقرار فقط، سوف يبقى يدافع، سوف يقضي على الفساد إن شاء الله. في الحقيقة هؤلاء قادة النصر وصلونا إلى بر الأمان، وسنحمل رايتهم وسنقاتل. القتال الثاني هو ضد داعش الفساد، سوف نستمر بهذه، لأن أنت تعرف حضرتك القتال ضد الفساد هو أقوى وأكثر وأشرس من القتال في جبهات المعارك، لأنك تقاتل أعداء لا تعرفهم، قد يقتلونك في أي لحظة، قد نحقق الشهادة في أي لحظة، وإن شاء الله سنحقق الشهادة وسننتج عراق نظيف خالي من الشهداء، عراق حقيقة يحمل مبادئ الإمام الحسين. يوم هاي الذكرى الأليمة السنة الثالثة وقادة النصر، وجاي نشوف الناس، هذا الإيثار، هذا الإخلاص، هذا الوفاء لمسيرة لإحياء ذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحت شعار شعبنا العراقي يجاهد وينتصر والشيطان يدافع ويحتضر. هذه الجمهور، هذا الجمهور المبارك، شعبنا الكريم، أخواننا الطيبين، أهالي الكرادة، المؤمنين الملتزمين، الآن مستبشرين فرحين. هذا الموكب موكب الانتصار، هذا الموكب موكب الأمل، هذا الموكب موكب رسالة إلى الصديق، إلى العدو، إلى أقرب الأقربين، بأن شعبنا إن شاء الله واحد، أمتنا واحدة، ديننا واحد، مراجعنا إن شاء الله معنا ونحن معهم. هذه رسالة، هذا الموكب رسالة، هذا الموكب عنوان يطلع رسالة للعدو السياسي الأمريكي الغاشم، بأنه إن قتلتم، إن اختلتم أبو مهدي المهندس سليماني، كل واحد منا هو سليماني،
كل واحد منا هو ابو مهدي مهندس، كل واحد منه منا يمثل عنوان المرجعيه. هذه رساله الى الصديق، اطمئنوا يا اخواني، في بعدنا المحلي العراقي، في بعدنا الاقليم الدولي، نحن ان شاء الله على طريق واحد ورساله واحده، محبه واحده لمجتمعنا الايماني. السلام على وطننا الايماني كبير في العالم اجمع، السلام على اهل ديننا الواحد وشرعنا المتعدده. سننتصر وسننتصر، لا خيار ثاني الا الانتصار. الشيطان يدافع ويحتضر، وشعبنا العراقي يجاهد وينتصر ان شاء الله. الله يبارك فيك. اذن لا خيار غير الانتصار بهذا الموكب وهذه الرساله وهذا العنوان اللي حقيقه جاي يبعث هذا الموكب لابنائنا بالداخل وابنائنا بالخارج. ففعلا هذا الموكب هو موكب الوفاء، وموكب يضم ويتضمن العديد من الرسائل للصديق والى العدو. إذن السنه الثالثه على التوالي، والعراقيين هم حريصون على احياء ذكرى وفاه قاده النصر ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني رحمهم الله وتغمد روحهم الطاهره. إذن هذا الموكب يحمل العديد من الرسائل للصديق وللقريب وللبعيد، بان العراقيين اوفياء لقادتهم ورموزهم الذين قدموا وضحوا في الغالي والنفيس من اجل تحرير العراق. تماما، تقبلوا تحيات وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.